نيجي للنقطه الثانيه، خلصنا من مساله تكفير داعش، ندخل في مساله الشيوخ السلفيين يقولون لا تسلموا على الاقباط، لا الاقباط دول اهل ذمه، لا تهنئوهم في الاعياد، وهم بقى ان شاء الله التيار السلفي او ياسر برهان بيمثل المسلمين. انا بس مش فاهم يعني مين مرجعيه المسلمين؟ شيخ الازهر. طب شيخ الازهر قال ايه بقى على الاخوه الاقباط؟ فلنستمع. ان مصطلح المواطنه هو مصطلح اصيل في الاسلام، وقد شعت انواره الاولى من دستور المدينه، وما تلاه من كتب وعهود لنبي الله صلى الله عليه وسلم يحدد فيها علاقة المسلمين بغير المسلمين. كما ينبهنا الإسلام إلى حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب. آية الكريمة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. استشهدنا أيضا بأن أتباع عيسى عليهم السلام وهم المسيحيون وإلى يوم القيامة هم أناس ليس فيهم كبر، وأنهم في قلوبهم رأفة ورحمة بالآية الكريمة: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الأزهر هو الذي وضع ولأول مرة في الدساتير أن تكون يعني للأقباط عقيدتهم ودينهم في أحوالهم الشخصية وفي عباداتهم. يا أخي سبحان الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أليس من البر أن أقول له في عيد ميلاد كهذا يعتبر عيد محوري عندهم أن كل سنة وأنت طيب، أو يعني عيد سعيد؟ المسلمين في بداية أمرهم في مكة كانوا ضعفاء ومستضعفين، وكان الوثنيون يعذبونهم، ولجأوا إلى محمد فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة لإثيوبيا، فإن بها ملكا لا يظلم أحد في جواره، وأرسل بهؤلاء الضعفاء إلى دولة مسيحية وإلى بلد وإلى ملك مسيحي، وكانت هذه الهجرة حدثت مرتين. ونحن نعتقد بأن المسيحية كانت حاضنة للإسلام، الحاضنة الأولى للإسلام. الله عليك يا مولانا، أهو الكلام أهو، ده بقى كلام مش صورة ذهنية ونمطية احنا قاعدين نكررها. الحق ده قبل السلفيين وسلم عليهم، راحوا ظروف الازهر فسلم عليهم، المفروض يعمل ايه الامام يعني لما يلاقيهم يديهم في وشهم؟ ولا يعني انا بس مش قادره افهم الحكايه دي. طيب نيجي ليه مساله المناهج، انا بس عايزه يعني انا اتمنى ان المواقف اللي احنا عملناها اللي جمعناها النهارده، طبعا في مواقف اروع واحسن من دي بكتير كمان لفضيله الامام، بس ده اللي قدرنا نجمعه، يا ريت الناس تسمعها، يا ريت الناس تنشرها. يعني الناس اللي قاعده تنشر مش يقولك ايه اصل الازهر الذي تصدى لاسلام البحيري وتصدى لفاطمه نعوت وتصدى لمش عارف، هو على فكره الازهر لم يكفر احدا في حياته، عشان انا حزينه جدا ان بلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي اخبار مغلوطه يقولك لماذا كفر اسلام البحيري وفاطمه نعوت وفرج فوده ولم يكفر ده. الازهر في تاريخه لم يكفر احدا، لم يكفر احدا. خدوا انا بقى يعني انا نفسي الناس تتعب نفسها شويه وتدور على معلومه يا جماعه. فضيله الامام بيقول لك المسيحيه كانت الحاضنه للاسلام، الاقباط ليسوا اهل ذمه. على فكره المصطلح اهل الذمه اساسا كان له مناسبه معينه حينما كان الرسول في مرحله الفتوحات، فكان يقول انهم اهل ذمه بمعنى انهم في ذمته في حمايته. أما الآن مفيش الكلام ده، في إيه بقى؟ في الفكرة العظيمة اللي مولانا بيتكلم عنها الإمام الدكتور أحمد الطيب، في فكرة المواطنة يا سادة، إحنا نعيش في هذا الوطن نحن جميعا، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. وبالمناسبة فضيلة الإمام لما يعني اتكلم بشكل كبير جدا على مفهوم المواطنة في المؤتمر الكبير الناجح، مؤتمر الحرية والمواطنة، استند إلى وثيقة المدينة التي اعتمد فيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المبدأ.